السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هو إعادة نشر الفيديو نشرته في 23/4/2020. الفيديو واضح وكل حاجة، ولكن أنا حبيت بس أفكركم بيه لأن الوصفة النهاردة دي اللي مجربوهاش فاتوا كتير. أسيبكم بقى مع الوصفة، وأي سؤال اسألوني تحت في التعليقات. لما بنزل وصفة على القناة بتمنى إن هي تنجح معاكم زي ما بتشوفوها بالظبط، ولكن لو جالي اكتر من تعليق يا سلوى الوصفه صعبه، يا سلوى الوصفه ما ظبطتش معانا، برجع ادرس تاني الموضوع واحاول اعمل تعديلات عليه بحيث ان هي تنجح مع اي حد. ده اللي عملته معاكم في خبز الشوفان المنفوخ، الناس اللي عملته ما ظبطش معاها. النهارده بقى الخبز ده هيطلع رائع جدا، وقت اقل بكتير، طعم احلى بكتير، محمص ولذيذ جدا. هو طعمه عامل زي البسكوت، طعمه مش عامل زي الخبز ابدا. عايزه كوبايه من الشوفان عليها، ودي اول اختلاف، عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربونات، ونص معلقة صغيرة من الملح. في الفيديو اللي قبل كده استعملنا البيكنج باودر، ولكن انا وجدت البيكنج صودا افضل بكتير. خلونا نحط كمان كوباية وربع من المية، ونروح نخلط في الخلاط. هنخلط دقيقة على السرعة الاولى، ودقيقة تانية على السرعة التانية. مهم جدا ان هو يقعد دقيقتين كده، تقعدي تطفي وتشغلي لحد ما تتأكدي ان هو تجانس تماما. دقيقتين في الخلاط مع زي ما احنا شايفين كده، هيبقى الخليط ناعم جدا جدا. وده قلنا المرة اللي فاتت ان هو ده سر من اسرار نجاح الخبز. طيب اي حد هيشوف دلوقتي هيفتكر ده قطايف، هيفتكر ده كريب، ولكن احنا هنشوف مع بعض ازاي هيبقى خبز منفوخ رائع جدا. عايزه بس اوريكم القوام بتاعه، مش هشتغل فيه دلوقتي، هسيبه ربع ساعه فقط وبعدين ارجع هشوف هحط عليه اضافات ايه. شايفين القوام ده؟ ربع ساعه وجايه، جيت بصوا تقل ازاي. طبعا الشوفان بيتقل بيتماسك اهو، بس هي ربع ساعة مش اكتر من كده. تعالوا نشوف بقى الاختلاف عن الفيديو اللي فات، هنحط ايه تاني. المرة اللي فاتت استعملنا كده على طول، اما المرة دي هحط عليه ربع كوباية تاني من المية، بس كده، وهقلب. الموضوع بسيط وان شاء الله هينجح معاكي. زي ما احنا شايفين عجينة سائلة جدا، عاملة بالظبط زي عجينة القطايف او عجينة الكريب. هنجيب طاسة، وانا هستعمل طاستين كده مع بعض زي ما دايما بيقترح عليا، طاسة تيفال ما عليهاش اي حاجة خالص، يفضل اللي احنا دايما ندهنها. هدهنها بنقطة زيت فقط، شايفين نقطة. في ناس بتسيب كل الوصفة دي وتقعد تقول لي يا سلوى انت استعملتي زيت زيتون وهتولعي النار دلوقتي، ده كده هيبقى مضر. براحتكم، عايزين تحطوا زبدة حطوا، عايزين تحطوا سمنة حطوا، ولكن هي يا جماعة نقطة زيت عملت الخمسة من الخبز. تعالوا نحط حبة من الخليط بتاع الخبز ده ونشغل النار. طيب النار هتكون متوسطة، ولكن لما تكون نار صغيرة زي كده علي عليها شوية، اما النار الكبيرة دي وطي عليها. يعني دائما وابدا سواء كانت النار او العين بتاعة البوتاجاز كبيرة او صغيرة، خلي النار تكون متوسطة، وده سر مهم جدا. النار متوسطة طول الوقت، ولا بعلي ولا بوطي. المقادير مكتوبة على الشاشة، كوباية شوفان، كوباية ونص من المية، منهم في الاول كوباية وربع، وبعدين هنزود ربع كوباية، ونص معلقة من البيكنج صودا، ونص معلقة من الملح، معلق صغيرة. بصوا كده بعد شوية، بعد 3 دقايق بالظبط ما بنحطهم على النار متوسطة، بيبتدي يتماسك من تحت. هنلاحظ اللي هو اللي على العين الكبيرة هيستوي اسرع وهيتعمل اسرع من اللي على العين الصغيرة. اول ما يتماسك من تحت نقلبه على الناحية التانية ونسيبه دقيقتين. يبقى احنا كده كل الموضوع 5 دقايق. بعد 5 دقايق مجرد اللي انت بقى بتقلبيه تاني بيبتدي ينتفخ معاكي تاني اهو، مجرد ما تضغطي عليه كده يبتدي ينتفخ. طيب انت كده بيتهيألك ان الخبز استوى، وتقومي تشيليه على طول بقى، خلاص ما هو انتفخ قدامك. فتلاحظي ان هو بعد ما بتشيليه في الطبق عندك هتلاقيه هبط تاني، وهتلاقيه منعجن من جوه، وخصوصا لو انت فتحتيه وهو سخن، وخصوصا كمان لو انت ما سويتهوش كويس.
طيب انا بقول لك مفيش مشكله، اول ما الخبز ينتفخ معاكي شيليه من الطاسه وهقول لك تعملي ايه كمان شويه. بصوا كده ده التاني اهو تماسك من تحت، نقلبه ونسيبه دقيقتين. وده هو عمال ينتفخ، كل ما اقلبه هنا اقلبه هنا، يعني اسيبه ينتفخ كده حوالي 3 4 مرات اقلب فيه وبعدين اشيله. هو لسه كده مستواش ولسه كده عمره ما هيكون محمص، ده بيكون شكله. تعالوا نحط مكانه على طول واحد، وده برضو اختلاف. احنا قلنا المرة اللي فاتت ممكن نغسل الطاسة وننشفها، ولكن انا وجدت ان ينفع برضو ان احنا نشتغل فيها وهي سخنة كده مفيش مشاكل، لان الخليط او كثافة الخليط اختلفت. احنا حطينا المرة دي مية اكتر، شايفين مجرد ما بنقلبه على الناحية التانية على طول بيتنفخ معانا. اول ما اي حد يبص كده عليه يفتكر ان هو على طول لاما قطايف لاما كريب، محدش يتخيل ابدا ان هو ده يبقى خبز. فلما يكون المنظر قدامك المخرم ده مفيش مشكله، ما تقلبهوش ابدا قبل 3 دقايق او قبل حتى ما السطح بتاعه يكون متماسك تماما ويسيب من الطاسه. نضغط عليه علشان ينتفخ، مهم جدا ان انت تشوفيه ينتفخ قبل ما تشيليه من الطاسه، مش مهم ان انت تسويه. انتفخ اهو زي ما احنا شايفين، ولكن هو لسه مستويش. نقلبه برضو. الموضوع بجد ممتع جدا ومبياخدش وقت زي ما انتم متخيلين، يعني لو معاكي كده طاستين على النار الموضوع هيكون بسيط جدا، يعني ممكن الكمية دي تاخد معاكي تلت ساعة بالكتير. يعني شايفين كده تماسك، نقلبه على الناحية التانية ونسيبه بعد ما نقلبه دقيقتين، وبعدين نضغط عليه ونبتدي نقلب فيه كم مرة كده لحد ما نتأكد ان هو اتنفخ. اهم حاجة ان هو يتنفخ معانا في الطاسة، لان هو ده اللي هيخليه بعد كده يبقى منفوخ. طيب احنا كده خلاص شفناه ان هو اتنفخ معانا، تعالوا نشيله في الطبق ده لسه شوية. ده اتنفخ اه، بس يعني ما قلبتوش كذا مرة، فخلونا نقلبه كذا مرة. شايفين كده الشكل رائع جدا، الشكل بس لسه لو انتوا هتاكلوه كده مش هيعجبكوا، استنوا معايا وشوفوا هقولكوا تعملوا ايه. تشويق، الناس اللي هي يعني استعجلت عليه المرة اللي فاتت واول ما اتنفخ معاها على طول طلعته من الطاسة وعلى طول فتحته من جوه فلقيته معجن، وبعدين قالت ده الخبز كده مش مستوي ومش حلو وما ينفعش. اما الناس اللي صبرت عليه لقيته فعلا من جوه مستوي وجميل، لما تقعد تقلبيه كذا مرة خلاص كده بيستوي من جوه. خلاص كده كفاية، وتعالوا نطلعه في طبق على جنب. احنا كده طلعنا الخمس وحدات، هنعمل ايه؟ الخطوة دي بقى اهم خطوة في الفيديو. شايفين كده هو الخبز ده خلاص بعد ما برد هبط تاني ولا بقى منفوخ ولا حاجة. امال هنخليه منفوخ ازاي؟ عندك حل من الاتنين، في الميكرويف هتحطيه حوالي دقيقة او دقيقتين. انا عاملاه هنا على البطاطس لان البطاطس اللي عندي بيخليها كده مقرمشة من بره، فاستعملي اللي انت عايزاه. ولو ما عندكيش مايكروويف هتحطيه في الفرن حوالي برضو 5 دقايق كده على فرن سخن جدا، لما بيخش في الفرن بينتفخ تاني وبيحمص. شايفين كده شكله؟ يبقى ان هو يبقى محمص ازاي؟ ان احنا ندخله لاما في مايكروويف، وده هيخليه سريع جدا هينتفخ تاني جوه المايكروويف. وشايفين كده لزق معايا في الطبق اهو، بس طبعا لما يبرد هيفك معايا خالص زي ما احنا شايفين. شكله حلو جدا، اتمنى ان انتوا تدوقوه بجد وتجربوه بنفس الطريقه دي. هتبطلوا تعملوا شوفان باي حاجه، هتعملوا خبز بس. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامه.